هلا بالجميع، حبابكم والله، حبابكم كلكم، هلا بكم جميعا. اخونا وليد هلا بك والله. مدسر حبابك ذو الفقار، حبابك ياسر، حبابك خالد بابكر، حبابك الصديق، حبابك والله محمد عثمان، مهند صلاح، فهد الشيخ ابو روان، حبابك بنت السودان، حبابك والله هدى، حبابك يا غالية عمر، حبابك أبو عمر، حبابك ياسر، حبابك يا أخونا ياسر، قريب الله حبابك أميمة، هلا بيك محمد النعيم، ولا منو قال ما كنت قادر اعلق لكن محظور. هاي احيانا في حظر كده بيجي عرضا بيمنعك من التحذير من التعليق لفترة محدودة، ساعات واحيانا بالايام، يعني دي سياسة فيسبوك. مساكم الله بالخير جميعا. طبعا الخطاب بتاع حميدتي بالأمس، وطبعا معروف الكلام ده كلام منه، يعني معروف الكلام ده كلام منه، بيتكلم عن حماية المدنيين، واليوم قاعدين يقصفوا في المستشفيات. وأنا قلت لك الشغلة دي كلها كذب في كذب وتدليس في تدليس، سواقة في سواقة. الكويسة في الحرب دي، أو واحدة من فوائد الحرب، إنها كشفت يعني الوجوه الحقيقية لبعض الشخصيات اللي كانوا مدثرين بسياب الثورة. بعض الشخصيات اللي كانوا يعني لابسين عذرا، لابسين ثياب الثورة وعاملين فيها سوار، حقيقتهم كشفت لكل الناس. والله في ناس انصدمنا فيهم، والله العظيم انا صفحات القديمة ديك لو الفيس رجعها، اتمنى ان الفيس يرجعها عشان ازيل التعليق او البوست اللي كان كتبته عن نصر الدين عبد الباري وزير العدل السابق في حكومة الحمدوك. هل كان قلت عنه والله الرجل المرحلة، ونحن اكتسبنا، والله العظيم ندمان وساف في التراب، ندمان وساف في التراب. يا اخي ناس جارين من تصوير، خايفين من التصوير، سيبك منه هو ولا ما هو، سيبك من انه ده هو ولا ما هو، لكن الناس بقوا كده، بقوا يدسوا من التصوير، بقوا يتهربوا من الناس. زمان كانوا واقفين معاه مدعمينهم، يعني هسه انت قال لك الموضوع ده نازل بقول لك يا اخي والله العظيم الكذا، ما في كوز ضدك ذاته، انا عشان اقول لك الشعب السوداني الان كله بقى ضدك، يعني والله العظيم حتى الناس اللي كانوا بيطلعوا يعني في الدعوات بتاعتكم، بيلبوا الدعوات بتاعتكم من المواكب وكانوا بيطلعوا الان ضدك، يعني والله العظيم. وانا اولهم انا كنت مؤيدك، وكنت من اكثر المدافعين عنك، يعني بعمل لايفات عديد بدافع يا اخوان القحاط ده، ما تظلموهم الناس ما تقول عليهم، لكن هي اتضحت جنجة عديل كيزان جنجة، انت عليكم المطاف بقيتوا كيزان جنجة، يعني الواحد خايف من التصوير يتبرجل لما يصوره، خايف لانك موقفك غلط وخطأ ميليشياتهم قاعد تشرد في الناس الدوم في المستشفيات وتقصف. قال لك قال يوم الانسان العالمي، قال ولا يمشي كده ما عارف، قال الانسان اولا، شوف الكذب والنفاق ده كيف، الانسان قال لك اولا، وهي ميليشياتهم كل يوم بتجتاح في القرى وبتفعل الافاعيل، يعني ما خلوا جريمه كده الا وارتكبوها، يقول لك الانسان اولا. ايوه انسان، وفي اي كوكب الانسان بتاعكم ده، وبتتكلم عن اي انسان لكن الحمد لله قلنا لك بس الشغله دي ميزت، يعني عرفنا منو علينا ومنو معانا. اخونا ضحيه حبابك والله عرفنا منو معانا ومنو ضدنا، لكن لا خير يعني لا خير. طيب فيما يتعلق بموضوع التفاوض وخصوص او بخصوص موضوع جنيف، شايف بعد
القحاحيط يعني. وعليكم السلام اخونا فيصل عثمان ابو اسراء حبابك، نرد عليك طوالي. شاب بعض القحاحيط روج وقال انه الجيش لحد الان لم يحسم امر التفاوض بعد، قال لك منو؟ او الذهاب الى جنيف، قال لك منو؟ ده امر محسوم يعني، امر محسوم ما في. في جدة شروط بتاع جدة موجودة هناك، شروط دي الميليشيا وافقت على، خلاص الموضوع ده بينتهي. كلنا والله العظيم ضد شو الحاصل ده، لكن فرض علينا نعمل شنو يعني؟ يعني ده زول جاي عبر الحدود، زول جاي عبر الحدود، اخليه يحتل بلدي؟ اخليه يحتل بلدي بحجة انه يا اخ والله نحن كلنا نعيش سوا وكلنا واحد وما في حد الا بتنتهي الا بالتفاوض؟ ده كلام فارغ سنة، ده كلام فارغ سنة، ده كلام طلاب السلطة، ده كلام ناس مجردين من الوطنية، ما في كلام فارغ زي ده يا زول. تندق كده الشغلة دي بس، الشغلة دي تندق كده، ما في كلام فارغ زي ده يا زول. ما في زول بفاوض مرتزق، تفاوض مرتزق في بلد ما بلده تعترف به وتديه شرعية، تقاسم معاك السلطة وينهب ثرواتك. عبد الله بريمة دقش حبابك والله، كيف ما ارد عليك؟ مستحيل والله شفتك ما ارد عليك. خوتنا رندا وعليكم السلام، رندا رندوش. فالحسم ثم الحسم ثم الحسم ثم الحسم، ولو الشغلة دي عملت مليار سنة ما عندنا خيار غيرها والله العظيم. والله لو كان في سلام حقيقي، لو في سلام حقيقي والله كنا اول من دعا له يعني. باختصار لو في سلام حقيقي كنا اول من دعا له، لكن ما في سلام. حبيبنا الراكز يا بسير حبابك والله، شرفتنا ونورت اللايف. الراكز يا بسير قنع على التعريف حبابك والله. فما في سلام حقيقي، يطلع بتاعهم ده اسمه شنو؟ على رجوز بتاعهم ده يطلع يتكلم لنا شدق لنا بعبارات دعت معرفة السلام ودعات السلام وسوف نسب، ويدوا توجيهات بيقصفوا المدنيين، وشغل يعني ما شغل عشوائي، شغل موجه عديل، يستهدفوا المستشفيات عشان تكون خارج او يخرجوه عن الخدمة يعني، ويتضرر المواطن. ما يحاربهم دي كلها كده على بعضها، مستهدف فيها المواطن. وين الكيزان يعني؟ وين الكيزان؟ البرهان قال لهم وين الكيزان؟ قالوا ما عارف منو كوز ومو كوز. ما احنا لو جينا غارنا كيزان الجنجة اكتر من الكيزان الموجودين في الجيش، واسوهم اسوهم الكوادر بتاع الكيزان الموجودين في الجنجة. ديل ذاتهم في التنظيم بتاع الكيزان ذاتهم كانوا منبوذين يعني، كانوا منبوذين، حتى الكيزان ذاته كان بيسجل منهم. ديل الموجودين في صفوف الجنجة أصحاب السجلات وأصحاب الجرائم يعني، مش الكيزان كعبين مقتنعين بكعوبية ديلك ذاته. ورال من قال يا والله العظيم الشغلة دي فيها كيزان، قال لا ما في كيزان، وإنما الكيزان الشعب طوال شبكوا لك لا لو ما عارف كتايب منو كتايب منو. ما هو الليلة لو كوز لو جينا أحمر أنت زول جيته في بلده يعني، قد النظر عن كوز ومو كوز، زاير يقعد يطبق إيدينه يتفرج يعني عشان خاطر عيونك انت، عشان هو كوز ما يقاتل ما يدافع عن بلده يعني. ما برضه الجنج عندهم كيزان يعني، معقوله دي؟ وكيزان الجنج اسوأ انواع الكيزان، صار المشاط الربيعه الباشا الطبيز، صاحبك القرن الكبير بتاع من اسمه منه حسب عبد الرحمن، يا زول التعيينات بتاعتهم الولائية، حكومات البوكو بتاعتهم في غرب السودان دي كلهم كيزان يا زول. ومش كيزان ساي، قيادي الكيزان، ناس كان مدورين الشغل يعني، لهم كلمة في التنظيم، مؤسسين الكوزنة ذات الآن مع الجنجة يعني. على دخر شنو؟ على دخر الفاتح قورش شنو؟ كوز ركان ذات، وكان معروف عنه يعني، كلهم كيزان. مين ما عارف؟ عندكم كمان سبحان الله، عندكم بقال. يا اخي ده سبحان الله بقال، اردؤم اردا كوز بقال، عارف انه طبعا. بقال ده شنو؟ ما كوز
سبحان الله. يا رزاق يعني انا ما عارف هو يقول لك الكيزان، ما في كيزان، عارف ده مستهدف فيه المواطن البسيط ده زول، لا كوز لا غيره، استهدفتوا المواطنين ده لا قحاطه ويا جنجه، استهدفتوا المواطنين وشردتهم. تعيينات كلها كيزان، عندكم موالفي عينتو جديد وقع كسر رجله، يعني وقع في السيراميك كسر رجله، ما غضب الله يعني، غضب الله. فحاجه مضحكه والله العظيم ومهزله ومسخره لما نطلع زي حمادتي يقول لك يا اخي احنا والله العظيم حنكون هناي، حنكون قوه تحمي المدنيين. تحمي شنو يا زلمه؟ قوة تحمي يعني انت بتكون قوة تحمي المواطنين من قواتك، ما هم كلهم ديل عصاباتك يعني، وفلتوا منك، فلتوا ما في ناس بصارعهم دقهم دق عشان امرقوا من البيوت يمشي هاجم حتة، ناس شغالين قنايم بس، ها شغالين قنايم. حتى ناس الظواهر السالبة، اذا هذا شوف البدعة دي كيف ظواهر سالبة، وين في ميليشيا الجري السريع عملوها ناس الظواهر السالبة ذاتهم، ما يتم منهم كم من بداية الاحداث دي، ما هي طبعا كوهمة يعني، طلص شغل سياسي يعني. أنا عملنا والله ظواهر سالبة ما عارف في جنوب الخرطوم، عملنا ظواهر سالبة في وين، وعملنا ظواهر سالبة في وين، ديل أكثر ناس انجغموا يعني، أكثر ناس انجغموا، ما بيتدخلوا إلا وقت تسرقوا عربية تابعة للقائد فلان، ولا عربية قريب فلان، ولا علان، ولا فرتكان، حتى بعدك بيتدخلوا، لكن مواطن ده بيلو المواطنين. حيزن لكم يا اخي مئات المواطنين، شوف في جنوب الخرطوم ده حيزن مئات المواطنين بطل الساكن، في كافور ده حيزن مئات المواطنين بطل الساكن، ما عندهم اي علاقه. ها في كل في حتى في مدرمان ده كنتوا محتمين بالمواطنين، وعشان تعرفوا انتوا نفسكم ناس يعني جبنه وما رجال صحراء ولا رجال دواس، ها وشقالين هناي للبيت بس، زول بل بده يقول لك جنجر وما عارف يقعد يتكلم، محتمين بنساء، نساء اقسم بالله العظيم، نساء زول متلبد بنساء عديل كده، وبيخطر الجيش ان انا والله معي محتجزين يعني، لو حاولت انك تضرب بالسلاح الفلان الفلان السلاح الفلتكاني، ويجيك بعد ده يقول لك والله العظيم احنا يا اخي ما عارف جاهزيه، ونحن ما عارف جنجر، ونحن ما بنخاف. طلص اطلع النقعه لو راجل، اطلع النقعه هسه، اطلع ينقذ المواطنين، اطلع النقعه هسه في اتجاهات الفاشل والحتات دي، ابقى ذكر اطلع النقعه لو راجل عشان تشوف البله الصحيح صحيح، ابقى ذكر امرق النقعه، شغال قاعد تدور لي من الكومه ومن من لط قاعد تدور في المدنيين، اطلع النقعه انت لو ذكر صحيح صحيح. كذابين ما رجال يا زلمه، جيش ده بقاتل في مليشيا لا اخلاق لا رجاله ولا 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 ولا، بقاتل في طوابير ما لهم عدد، ما لهم عدد. يا اخوانا الناس الشير عشان نبدا نخش في موضوع اللايف الاساسي. الناس الشير عشان نبدا نخش في موضوع اللايف الاساسي. زول ده قال سلامتك يا راجل، سلامتي مالك يا زول، انا شاكي من حاجه ولا باين علي صار مرض ولا كده؟ اخواننا زول شككنا في رقبتنا ذات، سلامتك دي كيف؟ ها تقول لنا في التعليقات اخواننا، ظهر علينا صار المرض ولا شنو؟ هلا بيك والله ناس بابانوسة يا بابانوسة الفتية العصية، بلل لنا الجنجة، هلا بيك والله يا راكز. هزول قال لي سلامتك، سلامتي مالي يعني من ياتو ناحية، سؤال من ياتو ناحية. الناس شير اخواننا، اي زول موجود في اللايف دي شير، اي زول موجود في اللايف ده يشير الف شير على السريع كده، عشان انتوا عارفين البث طبعا عليه قيود دائما بالبلاقات الكيدية. الناس الشير، الشير ده بعيد جدا جدا، لايك شير ملصقات سريع، لايك شير ملصقات. تسلم تسلم يا غالي، وعليكم السلام يا اخوتنا اعتزاز، سلامتك كده اوكي، لقى سلامتك. طيب نشوف
سلامات يا بطل، سلامات دي كررها تاني ما في مشكلة يا زول، يمكن تقصد التسلامات. هات الجديد يا زعيم، جاكت جديد يا معلم، اتحذرنا من الشير قال. ما في مشكلة بفك، جيت متأخر جورجيو يا هاي مفقودة اليومين دي عشان مسخن كده. لا لا ما في مشكلة، كان على الموضوع بتاع السخانة ده ان شاء الله حننتهي منه. قال لك سلامتك ده ما يكون اخو بقال اكيد. ايوه بالمناسبة ذكرتنا بقال وماجبة او الجماعة اللي شغالين مع بقال. طبعا انتوا عارفين الموضوع بتاع ماجد عيسى ود حي النصر، الزول الشغال مع بقال بيناتهم شغل مع بقال وما شغل بتاع عمليات يا اخواننا، نزل بيناتهم عديل برنامج بتاع لاقيني والاقيك وشغالين مع بعض. ما طبعا بقال بتاع فارقه وهو بتاع فارقه، لدرجه انه قبل اليوم بقال كان مطارده عشان يجيب له اخوه اسمه ماجد عيسى علي جفون. وانا الزول اللي قلت لك مسحت به الواطا، ولو عنده كرامه، لو عنده كرامه الزول المفروض تخرج برا السودان. انا لو كنت في مكانك ده كان بتخرج برا السودان اقسم بالله العظيم. انت تقابل بيت، والله في ناس كده عندهم يعني قوة عين كده غريبة، صحيح بقول لك والله الزول كده ده عينه بتكون قوية. يا اخي انا جبتها بسكريناتك بارقامك بتفاصيلك، متواصل مع بقال وبيناتكم حب وريدة ولقاءات، وبقال بركب بمشي لك في كوستي وانت من كوستي بتركب تجيو وبتخندق معاه، وبيناتكم رسائل وحاجات كده غريبة. خلاص ده كله احنا جبناه لك هنا، ده غير الاختلاصات بتاعتك وعلاقاتك المشبوهة وكذبك على بنات الناس ودخولك في أعراض الناس، ده كله انا شريته لك هنا ونشرته لك في الميديا وبإثباتات، ما كلام جزاف ساكت، ما قاعد اظلم زول. وزي ما قلت لك والله العظيم لو ما يعني انت قدب والدين وربنا او رصيدك من الستر عند ربنا انتهى، والله ما كان رماك فوضى المصطفى. والله انا حكك شفته بالسنين بالسنين، يومين انزل لك حاجه وحلها. وفي ناس طبعا لا لا يا اخو والله ده موضوع الصفحه الاساسي. شوف يا حبيبنا اصلا الصفحه دي صفحه بتاعت كشف حال، اجيك من الاخر الصفحه دي انا عملتها كنت بفضح وبشهر بالمفسدين، ما كان في عقاب ولا كان في قانون رادع ولا كان في قضاء، حتى القضاء ذاته في قضايا مرتشين في قضايا عجلاتية، والله العظيم وكلاء النيابة فوق كلاء النيابة مرتشين فوق كلاء النيابة، القيادات القيادات ذاته في الجيش في الشرطة القيادات في الجيش في الشرطة شقالين قريبي قريبك يا اخي، جندي جندي بيكون قاعد في وحدة ما بتقدر تنقله عشان قريبه قاعد في وزارة الداخلية، عشان قريبه قاعد في جهاز الامن المخابرات، عشان قريبه قاعد في جيش رتبة يقل ادبه يشتغل شمال ما بتقدر. زول زي تكتب فوق تقرير ولا تخاطب القيادات ما في زول بيشتغل بك. عشان كده نحن عملنا حاجة اسمها كشف فساد المجرمين، اكثر من 1000 شنو اكثر من 800 ال 12 800 وكذا من افراد لضباط، فيهم ضباط حتى رتبة اللواء زادوا، كان في عقيد في عميد في مقدم في اغلبهم طبعا بوليس، لانه البوليس بيحتك بالمواطنين وكانوا يعني شغالين ابتزاز ورشاوي وشغالين تحشيره. الناس اللي ما بتعرف التحشيره، التحشيره ده مثلا انت يكون يعني ما عندك جريمه ولا حاجه يدخلوا لك حاجه عشان يبتزوك بها، تلقى ناس المكافحه مثلا يقبضوك في تفتيش بتاع المكافحه، اثناء التفتيش كده يدخل لك زراره ولا زرارتين في جيبك يقول لك الله ده شنو ده، وانت او يجي يفتش عربيتك طوالي عندهم الحياه دي قاعده معاهم، يقوم يبتزوك يقول لك تحول ولا تدفع علينا ولا كده 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 ولا ذاك ما في بودوك قدام. فضحنا كميه من الناس المكافحه،
كذلك الشرطة الأمنية في مكان حتى هم المسؤولين أو المعنيين برقابة العساكر هم ذاتهم مرتشين. فضحنا الناس اللي كان بيطلعوا صواريخ بتاعت رقصة، فضحنا الناس اللي كان بيطلعوا بيمرروا العربات في الفحص الآلي وبيستلموا، الناس اللي كان بيطلعوا جوازات واللي بيطلعوا رخص هنا يبوكو، الشبكات اللي كان بتزور الهوية وبتلعب في الهوية، ده كله نحن هنا كنا شغالين فوقه. دي مهمة الصفحة. قامت الحرب حولنا من هنا لهنا، لكن أحيانا بنشتاق للشغلة دي وبنجيب عينة من الناس، يعني بنجيب عينة من الناس، ما قاعدين نجامل هذول، بنجيب عينة من الناس هنا بنردمهم. ماجد ده وقع في يدنا، يعني عبد الماجد ده وزول وجوده في محور سنار ده خطر. يقول لك أنا بجاهد، يا زلمة تجاهد شنو؟ ماجد علاقتك شنو؟ كذاب يلقى اي زول. نحن وحررنا، مره قال نحن قبضنا البيشي، مره قال نحن قبضنا شنو؟ كذاب ساكت، انت ما قاعد تنزل من عربيتك يا زول، ما عندنا لك حاجه. دعم، انا دعم المؤسسه العسكريه في الظروف دي، لانه انا ذاتي لو ما دعمت الجيش في الزمن ده يبقى انا ذاتي ما عندي وطنيه. فعشان كده موضوع الصفحه الاساسي شر الغسيل بتاع الناس. لقيت بوست هنا بيتكلم عن زول على الاقل اتجاوز، بس ما عندنا لا اي حاجه. ناس ام تي ان الايام دي شايفهم دايرين يعملوا لي حركات، الشريحه المشى ماجد وسحبها وحاول يعمل حركه بحركتين عشان يورط فيها البت. ناس ام تي ان البيانات عندهم وقاعده قدامهم بدل يطلعوها، قال لك لا لا 72 ساعه. 72 ساعه بتاعت شنو يا موظف ام تي ان؟ دايرين تدخلوا في اللعبه، لكن والله العظيم بنضيعكم، والله العظيم اقسم بالله العظيم دار تدخلوا في اللعبه بيشهر بيكم، والله ما عندنا لكم حاجه. ما تقولوا الزول ده ما بعمل حاجه، لا 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 بعمل، والله بعمل. ما انتوا جيتوا في حقي، وثم تاني انتوا جيتوا في غلط. يعني بيانات في الكمبيوتر تمرق تديها، وين المشكله؟ 72 ساعه وهنا تمرق البيانات، جاك بخطاب من المعلوماتيه تمرق الخطاب، تورينا المحامي اسمه منو، جاب الخطاب من وين، الشهود ذاته منو، التوكيل الشهود منو، كويس صورته ذاته، ده المطلوب منك، ما تقعد تلف وتدور. طيب فعبد الماجد ولا اسمه منو ده، والله انا ما بخليك، والله العظيم، ولسه والله بالله بلا من تقول ما داير، اقسم بالله يا اخي. احنا المحن دي قاعدين نفتش فيها تفتيش، لما انت جينا في محلنا، لما انت جينا في محلنا ومرسل لي رسائل تتباكى عليك، الله يا راجل وقف الكلام ده، وانا عندي شغل معاك من بيتين، انا قاعد نشتغل مع هنايات يا زول من بيتين، انا ابراهيم محمد مصطفى ده قاعد نشتغل مع هنايات يا زول، انا الهناي ده اكل معاك في صحن واحد ما باكل، انت زول خالفت الفطرة يا اخي، انت زول خالفت الفطرة، خالفت الغريزة. ده تيجي تقول لي قاعد نشتغل معاك وفي شغل كتير انا حرفعه لك، وقاعد السكرينات بتاعتك تسجيل الشاشة بصوتك ممكن انزلها، لكن ما عندي لك حاجة، والله يا بالله اقسم بالله العظيم شفت لو بقيت من نفسك. انت شنو منصبك؟ شابكنا والله العظيم، انا احنا وما عارف حنسوي، وانا قال نستخدم صلاحياتي، صلاحياتك ولا مع منو؟ مع بقال ولا شنو؟ في البيت بتاع صالحة في الديوان، اوريك اجيب لك مع حاجاتك قاعدة، يعني تفاصيلك قاعدة، فيديوهاتك قاعدة، صورك قاعدة، ترسل لي سعودي اسمع، رسل لي وانا ما عارف، والرخيص بيقول لك نبقي قال 300 ريال، شوف الرخصة دي كيف، 300 ريال مقابل انه يرسل كل تفاصيله، وده بيجي بعين قوية بيتكلم، وعنده كمان بيدافعوا له منه، وإذا أسرة كلها، يعني عندهم واحد ما نافع، ده القاعد في دبي هناك، أنا ما عارف، وعمك عيسى ده والله زول محترم، لكن دي والده، والله والده اعوذ بالله، والده وسخه. عندهم واحد قاعد في دبي داق عامل علني عليه، عندهم واحد تاني برضه اسمه بيض، بيض ولا زفت ده برضه، وعندك ماجد ده لامع عيوب الدنيا كلها، سرقه بسرق، كذب بكذب، طلس بطلس، اي حاجه بعملها، و93 ذاته 93. على العموم يا اخواننا ده موضوعنا، لكن والله شفت احنا هنسوق كده، لا من تقول ما داير، ما عندنا لك حاجه، بنفضحك ومحلات تمشي امشي. قول لك قال احنا والله العظيم تصادف دعوه، يا حبيبنا ادعي
سافر عاجل امشي السعوديه ادعي، اتعلق بستار الكعبه وادعي، قوم السوس الاخير من الليل ادعي، تدق المطره ادعي ادعي يا زول. شفت مواطن السجود دي برضو ادعي فيها. لو عندكم نفس جنبكم النفس ذات ما دعوته مستجابه. اطلب منها انها تدعي علي، ما انت على باطل، انت ربنا ده بس خلاص، انتوا ده تشرحونا بالدعوات، ربنا ده بس طوالي كده، انت زول مخروم يعني، انت دعوتك تمشي وين كده سؤال؟ وجايبنا لك بس ثابته، تيجي تقول لنا احنا بندعي ومدعي؟ على العموم حربنا معاك مستمره. يا اخواننا نختم بالموقف العملياتي. الموقف العملياتي ما شاء الله تبارك الله يا اخواننا، الايام دي في حركه في الشغل. هو شوف احنا بنردم المقصر والشغال بنديه حقه صراحه، بنردم المقصر الشغال بنديه حقه في شغل ما شاء الله تبارك الله. في بعض المحاور الايام دي الازمه بتاعت السلاح كويس، مع انه انا ما كان شايف في ازمه بتاع السلاح، لكن برضو انت هسه في زول كده بيقضي سنه كامله من غير ما يجيب له ملابس ويجيب الجديد، ما لازم تجيب الجديد تواكب. شايف في مسيرات وصلت، شايف في سلاح تقيل وصل، حتى الدولة اللي كان بتعمل لنا غلغلة وتفاصيل ونظام، احنا والله بنراقب والامن والسلم وبنشوف نوع السلاح الماشي، بقت فكت طريقنا لانه هرشت فالامور ماشية. حديد ده نزل زي التراب يا زول، بل زي البل نزل. عشان كده الجماعة قال لك لا لا واجي جنف جنف بتاع شنو يا زول؟ نحن اول حاجة نبل ونشتغل شغلنا هنا، بعدين داك نفكر في موضوع جنيف ده سياسة كده. ممكن نقول يا اخو الله يا انا احنا حنمشي جنيف عادي سياسة، نقول بنمشي جنيف لكن بالشروط بتاعتنا في جدة، شروط المنصوص عليها متفق عليها والحيطة دي حفظتها ما دايرين نعيدها تاني. بنمشي جدة، شروط جدة عادي بنمشي معاك، عشان ما يقولوا الناس زي الممانعين ومواطلين والناس زي ما عارف شنو الطلس بتاع المجتمع الدولي ده، بنمشي معاك يعني. ليه الاسئله لو شفنا انه الجيش ده فات جدا ما فات جنيف، ما معنى انه الجيش خلاص ماشي دار يفاوض سياسه يا حبيبنا، عشان ما تبقى في عزله وسياسه. اي انا والله جيت داير هاي افاوض، لكن انا عندي شروط يا اخي. الناس زي امرقوا لنا من البيوت يا اخي، يسلمونا السلاح الثقيل، الناس زي اللي يميزوا لنا عندهم معسكرات احنا خدتنا لهم نمشي، نحن بنتعهد يا اخي احنا ما بنضرب الناس بالطيران، ما عندنا معاهم شغلة. أما لجان تجي لجان تشرب على الموضوع ده، تجي لجان تشرب على الموضوع ده، نحن هنلقى نازل بطيران ما عندنا معاهم أي شغلة. يزول أجرم ظهر، عندنا أدلة وعندنا توثيقات لمرتكبين الجرائم سلمونا لهم نحاسبهم. السوداني منه مرتكب جريمة نحن ممكن ندمجه في النهاية، دي الشروط بتاع الجدة. في ناس فاهمينها غلط، شروط الجدة دي يعني النهاية الميليشيا وانتهاء يعني، وهم ما حينفذوا الكلام ده، لكن احنا حجج بالكلام ده لحين نجاوم ننتهي منه، وعندنا الامكانيه في ذلك يعني. فالموضوع بتاع السلاح ده الناس اللي كانت متخوفه انا اطمنكم وابشركم، السلاح ما شاء الله، وحتى وزعوا منه جزء زاده. وعندك موسى هلال يا اخي، انا ما عارف موسى هلال داير يخش 200، موسى هلال داير يخش الحرب سنه كم؟ قلت سلاح يا موسى وسلاح جاك، وجاك كمان سلاح نوعي يعني. اكتر زول السلح واستفاد من الهناية دي انت، تاني داير شنو؟ ما تبدا تنظف حولك ده كله جنجة يعني، ابدا نظف ما شاء الله. عندك ناس جو رجعوا من ليبيا دخلوا عندك، تاني مالك داير شنو انت؟ بيتين هاي دايرين نشوفك، دايرين نشوف كلامك اللي قلته اليوم هذيك ده، ما نفذوا لنا. نايم لك كم يا اخي؟ اربع شهور يشتغل بعد كده. فالموقف العمليات عموما مبشر، الليلة ناس الكدر وراجع كلامي امس في اللايف يا ناس الكدر، وقلنا لهم اليومين دول نمت طوال الليلة مرقوا ويشتغلوا، جغموا سبع عربة قتالي حرق عادي العربات دي والله، الا كان يعني ملامح ذاتها ما في، ما معروف دقوه شنو ذاته دي. لولاد عمك ياسر وكتبت الموت وناس ادرع دي طبعا
شغال الليل نهار، قال عندهم مكانات كده بنوه بالنهار وبمشي بيلو بالليل يعني. فالتحيلم شغالين، وبعض الاهداف برضو تم رجم بالمسيرات حتى حول الجيلي، في شغل بتاع مسيرات جميل جدا جدا. تحيه ناس بحري وعيننا باردة، ونتمنى مزيدا من البل ان شاء الله. عندكم استحاتكم، عندكم بدوديتكم. انا بس بحتار يعني، الناس بيقول لك يا اخي والله العظيم الجيش ما عنده سلاح. يا اخواننا الجيش عنده سلاح وعنده احتياطي وعنده مخزون كويس جدا جدا من السلاح. الاماكن او المعسكرات اللي كان هاجموها الدنجة، معسكرات اصلا ما يعني بيحتاج ذخيرة ولا بتحتاج، بلقوا صندوق صندوقين، بلقوا بعض الهنايات واغلبها ذخيرة تالفة ما عندهم. لكن الجيش عنده سلاح وقدر ينظم صفوفه من جديد، وقدر ينقل الناس. الخرطوم دي اللي انكتمت في ناس كانوا وين؟ في ناس جاوا من الأبيض. ايه رأيك في ناس جاوا من 14؟ في ناس جابوهم من وين وجابوهم من وين؟ فالجيش نظم صفوفه وشغال يعني، شغال بيفهم اي نعم. التكسير حاصل والبيع حاصل، بعنا احمد الطيب، اقواله زاد تضحك الرضيع، اقواله والله تضحك الرضع. كذاب كذاب كذاب، يقول لك انا جاتني ما عارف توجيهات وانا وما عارف، وانسحبت عشان نجنب المواطنين، كلام كله طلع ساكت. فالجيش شغال تحيل ناس بحر الليلة والله، رفعوا معنوياتنا ويشتغلوا، ونتمنى مزيدا من البل يا كدراوية. ده شغلكم وانتوا قدروا ناس حطاب على قال الله امرقوا لينا يا اخ، كترتوا النوم والله، شغالين حلاقات وشغالين نوم يا اخ، امرقوا امرقوا نظفوا. لا يمكن منطقتكم يجوا ينظفوها لكم جماعة ما تابعين لكم، امرقوا اشتغلوا يا اخ. العموم تحيانا ناس بحري عموما. طيب عندك جنوب الخرطوم برضو غصف مدفع كالعادة، جنوب الخرطوم بس مثبت، ها قصف مدفع بس كالعادة، ما في اي حاجة، ما في اي حاجة جنوب الخرطوم، ما في اي تحرك كده، كل العمليات دي وقفت. اظن نازل كان يعني شغالين الهنايم بس، شغالين الغارات بتاعت الجنجة بس بستفوها، شغالين الغارات بتاعت الجنجة فقط البدي، لكن ما في. نحن كمان بالمقابل دايرين شغل أرض يعني، جعلناكم تتحركوا تمرقوا لنا من المعسكرات بتاعتكم دي. إن شاء الله أموركم تمام، نظفوا لسه عندكم جنوب الحزام وعندكم المدينة الرياضية، عندكم المناطق دي كلها منتظراكم يعني. العموم التحية لكم برضو، حقكم محفوظ، جامكم للمدرعات ده، للقشم في المدرعات ده برضو، ده حيظل او ان شاء الله حتكون في المرتبة الاولى. بعد الجغم ده ما زال اتكرر تاني، اكتر من كم الف يا اخي انتهيتوا منه. طيب غربي ام درمان في شغل ما شاء الله تبارك الله، وزي ما قلت لك في بشريات ان لما جاي حيكون في شغل كويس جدا، حيكون في رزع كويس جدا جدا، وما زلت على وعدي على هذا الكلام اللي احنا سمعناه، وده الكلام اللي بيحصل ان شاء الله في الايام الجايه دي. القائم من ذلك سوق ليبيا، القائم من ذلك السلام، سوق ليبيا او رفع تمام غرب ام درمان عموما، ثم الاتجاه جنوبا يعني، ما في اي حاجه. لقيت كان بوست كده منشور انه يا اخ والله العظيم الجيش مشى جنوبا يا اخواننا، للامان والمصداقيه ما في، ما في. ده شغل بتاع دعاية عسكرية، في ناس الواحد بس بتهف له كده وبنشر بس، ده كل الأمانة ما في يعني، لو في بنكلمك يعني، ما عندنا حاجة. طيب عندك ده قال حاصل شنو في المصفى، في مسيرات في المصفى دي، في شغل بتاع مسيرات. طيب ونعم ده الشيء الحاصل، تفاصيله لم تصلنا بعد. طيب نمشي اتجاهات جبل موية، جبل ما بيغادي في شنو، قصف مدفع شغل بتاع مسيرات. عندك الدندر ما زالت في قبضة الميليشيا يعني، ما زالت سنجة كذلك، ما في حاجة. الربيع لم يحرك اي ساكن. ها عندك سنار جوا امن ومطمئن، ما في اي حاجة. متحرك بتاع المناقل الغربي ما شاء الله تبارك الله، شغال شغل كويس جدا جدا، ما وقف ومستمر وماشي. وديل الناس يا اخواننا والله العظيم اللي بيستحقوا الشكر وبيستحقوا الدعم الصحيح صحيح، شغالين والله رغم يعني نفس التسليح ذاته يعني، ما في اي هناي يعني فرق
او تمييز في نوع الاسلحه، السلاح اللي عندهم ما عندك، ده كله كلام سائل. نفس السلاح ونفس اي حاجه، لكن الاراده والقيادات فرق ذاته في القيادات، يعني فرق في القيادات ذاته. فالربيع ده والله ما نافع بتعريفها، ده كلامي فيه وضرائي فيه وسامد، ويومين بس بتلاقي انه زول فاشل. هذول استنفذ كل الفرص، كل الفرص استنفذها يا اخي، لكن سبحان الله. وقوش شمس النار والله ما عليكم خوف. فتوجيهاتنا لاي عسكري او نداءنا او يعني اللي عايزتنا منكم، ان احنا والله ك يعني ضباط موجودين في المحاور او قاده ميدانيين او المهم مهما كانت رتبتك، قال في توجيهات الانسحاب، قال في توجيهات الانسحاب واعلنوها صراحه، ما تخافوا من زول، ما في حاجه بتجيكم. خالف توجيهات الانسحاب، اي قائد يقول لكم انسحبوا ده جنجاوي، يجري عليه ما يجري على الجنجا، ينطبق على نفس الشيء اللي بينطبق على الجنجا، ده جنجاوي. اي قائد يقول لكم انسحبوا ده، يقول لا انت بعد كده ودعناك الله، نهايه ما تخلوا. والله العظيم انسحاب ده تاني في قاموسكم يكون ما على الاطلاق. دقوا باللي اشتغلوا الحاجه شايفينها مناسبه، لا انسحب ولا تعال ولا القائد ده بشوف ده يكون قاعد بس رمزي هاي قائد، لكن ما يكون عنده اي انسحاب، بيقول له من صلاحياتك. شفنا جنجة، شفنا خطر جاي علينا، قاعدين في منطقة قالوا جنجة قريب مننا، بنمرق نستفهم ومنجي، ما في حاجة اسمها والله انسحاب، ما في كلام فارغ زي ده نهائي. اي قائد زي ده ده تنظف الطوابير بس، شوف تركزوا على القيادة اللي بقولوا انسحاب ده، ركزوا عليهم. طيب بالنسبة ل المشتركة، يا مشتركة يا مشتركة، كتر الله خيركم وبارك الله فيكم، والله اللي عملتوه ما في زول عمله، لكن نحن واثقين فيكم وفي امكانياتكم وفي مقدراتكم، وانتوا بتقدروا تعملوا اكثر من ده. سلاح عندكم، ابطال عندكم، والله ابطال ما عندكم مقاتلين ما يدوا الدرب ان شاء الله. الاستنفار ده ماشي، حتى من خارج السودان عندكم ناس حضروا يعني وشغالين الان، شغالين تمشيط، تمشطوا في الصحراء دي كلها. المطلوب منكم الان غيروا التكتيك بتاعكم، شغل الدفاع ده كفانا منه، نازل الان في اسوأ حالاتهم، في اسوأ حالاتهم نازل الان في اسوء حالات، يتحركوا عليهم باللوم. تسليحكم ما شاء الله تبارك الله، مقاتلينكم ما في فرق بين، ما في مقارنه بينه وبين شنو؟ بين الجنجة. تزول عسكري عديل مدرب، تلقيت دوراتك، اخذت كل الجرعات بتاعتك، بتعرف شغل عسكري. دي الناس ما بيعرفوا لا صفا لا انتباه ولا عندهم اي علاقه بالعسكريه. كابسول نازل اشتغلوا شغلكم، والله ده المطلوب منكم. شغل بتاع الخندقة ده بعد كده كفاية. نعم جغمتوا خيرة معظم قيادة الجنجة وناس لم تأثيرهم في الجنجة وأي حاجة، تذاكركم ما شاء الله زبائنك كتار، لكن برضو نحن الآن طلبنا الوحيد أو أملنا الوحيد في قرب السودان يا هو والتعويل، يا هم عاملين عليكم انتم، انتم ناس الساسة ذيل، الهجوم ثم الهجوم، ده المفروض يحصل، ترمي لقدام تنتظر جنجة عشان يجيك وتكبد خسائر، ده ما ينفع. جنجة ده تكابسه محل ما قاعد، ليه يشعر بالامان لحد ما يفكر ويدون؟ ليه؟ ليه؟ امرك عندك انت، لا المشتركة دي في ناس بس بسمع مشتركة مشتركة، ما عارف ان الناس القدر شنو بالمناسبة، ما عارف ان الناس تسليحهم نوعه شنو، والله ما عارفين، بس مشتركه مشتركه، مفتكرين ان المشتركه دي الناس اللي بيشوفوهم في الفيديوهات. يا حبيبنا دي النقطه في بحر، دي النقطه في بحر، مشتركه دي كتار جدا جدا، كتار 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 ما شاء الله، ربنا يحفظهم. تسليحهم ما شاء الله، تسليحهم يفوق تسليح الدين جداد، ما في مقارنة بين تسليحهم وبين تسليح الجنجة، بالمناسبة نازل أي نوع من السلاح التقيل عندهم، 23 ده عندهم والله ما شاء الله راقد روز، بس ما يديك الدرب،
عندهم للأربعين للدعين، ما في سلاح كده ما عندهم. جرانوفات دوشكات حياتي دي حاجات ذاتها توجيهات، إلا شغل مباشر، إلا تشوف الجنجاوي ده قدامك حتى تدق جرانوف، دي توجيهاتهم كده. أما كلاشة ما تتكلم ذاته، ما شغالين بيه ذاته. فالأفضل الآن إنكم تهاجموا الليلة الجنجة ده، لو قابستم في بكل المحاور دي اشتغلتوهم، وحتى في الصحراء ده في ما الانتظار يعني، سؤال بس في ما الانتظار. أحسن تكابس خير وسيلة للدفاع عن الهجوم، وانت تكوينك ذاته وطبيعة شغلك هجومي اكتر من دفاع، يعني انت الشغلة بتاعت الاستقرار ده وبتعرف له شغلة بتاعت الانتظار والخنادق دي، دي ما شغلتك. نحن اللي بنعرفك انت من قمت، انا المشتركة دي بالمناسبة الترابور ده كاتلان زمان نازل حركة، بيمشوا بهنا بيجوا بهنا وسريعين وبدوا كثافة نيران والانتفاع اكتر يعني دينا الناس اللي بيعرفوا بالله صحيح صحيح. تقول لي جنجة، جنجة بتاع شنو؟ دينجا بتاع شنو؟ فأنا شايف الأفضل، والآن المرحلة دي مرحلة هجومية، الشغل بتاع الدفاع ده كفاهم، دافعتوا كتير الآن هاجموا لنا، بس ده المطلوب منك. تسلم تسلم يا غالي. فإخوانا لحد هنا نقف، وإلى أن نلتقي غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.